ولنقاش ملف حادثة الانفجار الذي استهدف منطقة جسر المشتل ببغداد وما أعقبه من محاولات الميليشيات لأخذ المصاب الذي كان مرافقا لسائق الدراجة النارية بالقوة. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله وبياكم أختي الكريمة. سيادة العميد، لا تزال الفوضى الأمنية تهدد استقرار العراق، كيف يمكن قراءة حادثة تفجير الدراجة النارية اليوم بالقرب من جسر المشتل ببغداد وتبعات الحادثة؟ أختي الكريمة، العاصمة بغداد التي وقع فيها حادث اليوم نستطيع أن نصفها بالهدف الحيوي الواهن أمنياً بسبب السيادة الميليشياوية وتعدد السلطات المتسترة مؤسساتياً وتنوع السلاح المحصن حكوميا، والذي ينعكس هذا كله سلبا على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي. هنالك اليوم تخمة ميليشاوية جعلت بغداد تعيش مكرهة في نفق أمني مظلم وأسيرة لحراب الميليشيات. أما قراءتنا لحادث اليوم قيام ميليشيات العصائب بمنع اعتقال أحد عناصرها من المستشفى، والذي يعتبر هذا العنصر هو ركن أساسي من أركان الجريمة، هذا يشير إلى أن النفوذ الميليشاوي فوق ما تسمى بسلطة الدولة. أيضا هذا السلوك والتصرف الميليشاوي هو قرينة واضحة ودليل قاطع على النوايا الإجرامية لعمل إرهابي مطلوب تنفيذه من قبل هذه الميليشيات. لذلك هذا هو ليس الحادث الأول أو الأخير، فهذه الميليشيات وغيرها انتهجت مبدئيا الاستمرارية والتنوع في أعمالها الإرهابية، وهي ذاتها من هددت مصطفى الكاظمي علنا وحددت مهام رئاسته، وعليه وليس أمرا مستغربا أن تقوم بالتحفظ على عناصرها لمنع التحقيق الصحيح وكشف المجرم. إلى أي مدى تعد محاولة ميليشيا العصائب لإخراج المنفذ الجريح من المستشفى دليلا على تطورات الجهات التي تقف وراء التفجيرات السابقة في العراق؟ وبالتأكيد يدينها علنا وهي لن تخاف من هذا الشيء، فهي تصرح جهارا نهارا بأنها هي من تقوم بتصفية الناشطين والسياسيين وغيرها من الأعمال الإرهابية، وهذا يشير إلى أن الجريمة في العراق تحولت من السلوك والتصرفات الفردية إلى العقيدة والنهج الجمعي، ولذلك باتت إرهابا وليس جريمة. هذا الإرهاب أصبح لعناصر السلطة التي تحكم العراق والتي تضم في ثنايا هذه الميليشيات العصائب وغيرها حاجة وضرورة ملحة لديمومة البقاء والانتفاع بعد أن تم استبدال الأمن الوقائي بالسلوك الميليشاوي. فعندما يكون المجرم هو من يسن القوانين وهو من يصنف الجريمة، فبالتأكيد لا أمن ولا أمان في البلاد. وأيضا هذا يشير إلى أن المجرم الحقيقي، وهنا أقصد الميليشيات بجميع عناصرها، هي تتحرك وتتباهى بجرمها وتفتخر بهذه الجريمة، بل وصل الأمر إلى أنها توثق هذه الجرائم فيديويا وتنشرها. نعم، بعد هذه المواجهة بين الميليشيات وتطويقها للمستشفى والقوات الأمنية حول المنفذ الجريح، أي صورة تقدم عن العلاقة بين الأجهزة الأمنية والميليشيات، لا سيما وأنه يفترض أن تبعيتهم لجهة واحدة وهي مجلس الوزراء؟ أختي الكريمة، العقيدة الأمنية في جميع البلدان هي انعكاس للفكر والنهج العام للسلطة، وبما أن السلطة في العراق هي مزيج لأحزاب طائفية وعرقية متعددة الولاءات وتضم في ثناياها الميليشيات وتجهر بولائها لإيران، فعليك مخرجات العقيدة الأمنية في العراق ستكون دماء العراقيين بعد استهداف أمن الفرد والمجتمع. ولو تكلمنا عن رئاسة الوزراء أو مصطفى الكاظمي، فالكاظمي هي ذات الأحزاب المتسلحة بالميليشيات هي من جاءت به، لذلك ليس أمام اليوم إلا التصريحات وتشكيل لجان تحقيق سعيا منه لامتصاص الغضب الشعبي. وكل معتاد سنسمع عن السلاح المنسلد والميليشيات الوقحة، وحقيقة الأمر هو إعطاء شرعية لتحرك آلة قتل مشرعنة حكوميا ومحمية قانونيا ومحصنة قضائيا
وتنتقل جهارا نهارا مخلفة وراءها دماء العراقيين. شكرا جزيلا لكم مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل طائي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.